الحمد لله. طبعا انا شغال الفتره اللي فاتت ديت كلها ما كانش فيها اجازات خالص، كنت باجي كل يوم النادي، حتى لو الفريق خد اجازات كنتش باخد اجازه، كنت باجي دايما، يعني عندي اصرار ان انا متواجد مع الفريق. يعني الحمد لله طبعا على الاصابه ده جيت في وقت الحمد لله طبعا كله قضى اخف من قضى، فربنا يكرم باذن الله في الماتش الجاي سواء انا موجود او لا. طبعا احنا داعمين للفريق واي حد بيلعب، اهم حاجه المكسب باذن الله. حاجه لا تقدر، بشكرهم على الدعم الفتره اللي فاتت ده كلها، كلهم دايما بيبعتوا لي مسجات ويكلموني دايما، فلا دي حاجه طبعا انا بحترمها جدا ليها، وباذن الله اقدر ارجع في اسرع وقت ابقى مع الفريق باذن الله كده، ونحصد البطولات اللي جايه باذن الله. هي مباراه خاذعه، يعني انا شايف النتيجه اللي هناك ديت 0-0 ديت مش سهله، في ناس كتير مستسهله النتيجه، بس احنا اللعيبه اتكلمنا مع بعض كلنا والجهاز، لا النتيجه 0-0 ديت مش مطمنه يعني لينا، فلا احنا نازلين كاننا ماتش بماتش، وناخد الماتش من اوله اللي احنا نكسب، مفيش حاجه قدامنا غير المكسب، وباذن الله اللعيبه كلها تبقى على قد المسؤوليه باذن الله، ونقدر نكسب ونصعد للنهائي باذن الله.